السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة، حيث سنتعلم كيف نصنع فستان من الكروشيه على شكل جميل لطفلة بأي قياس وبأي عمر. طبعا رأينا قبل فيديو خاص صنعنا في صدر من الكروشيه للطفلات أو الأطفال الذكور لأي قياس ولأي عمر. من لم يعرف طريقة هذا الصدر يعود إلى الفيديو، وسأترك موقعه في أعلى الفيديو وفي تحت في صندوق الوصف. هنا في هذا الصدر عندي 8 غرز في البداية، ثم 16 غرزة سلسلة، ثم 16 غرزة سلسلة، و 16 غرزة سلسلة أخرى، ثم 8 غرز من غرز السلسلة. وفي الأركان، أركان المربع، هناك غرزة 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 غرزة، مجموع الغرز يساوي 58 غرزة سلسلة. نأخذ الصدر على هذا الشكل، ثم بخيط أبيض سنبدأ هنا من الجانب، نصنع هنا وسط غرزة الصدفة غرزتي، عفوا عقدة هنا بالخيط الأبيض. نعقده جيدا، ثم وسط غرزة الصدفة نصنع غرزتي سلسلة، واحد اثنان. صنعنا غرزتي سلسلة، والآن نذهب إلى الجهة الأخرى وسط غرزة الصدفة نصنع غرزة العمود بلفة واحدة بهذه الطريقة، ثم نستمر في كل غرزة عمود غرزة عمود أخرى، نستمر بهذه الطريقة. هنا في الوسط أيضا في آخر غرزة، ثم أيضا الجهة الأخرى، نبدأ من غرزة العمود الأولى ونستمر بهذه الطريقة فوق كل غرزة عمود، نصنع غرزة عمود جديدة. نستمر بهذه الطريقة، وهنا في هنا حردة الأكمام، هنا نفعل نفس الطريقة التي بدأنا هنا. في آخر غرزة هنا سنصنع هنا غرزة عمود ثم غرزة منزلقة هنا فوق غرزتي السلسلة السابقة بهذه الطريقة، نكون قد بدأنا فستان من الكروشيه. سنتابع فقط بغرزة العمود عدة دورات. وصلنا 4 سطور بغرزة العمود فقط، غرزة العمود لفة واحدة. الآن سنبدأ غرزة جديدة بالكروشيه بلونين. أول
أول شيء نبدأ بلون آخر. ندخل الإبرة في الغرزة الموالية ثم نصنع عقدة هنا بهذا اللون. ثم غرزة سلسلة، نجر الخيط الأبيض بهذه الطريقة، نصنع غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود في نفس الحلقة، غرزة عمود في نفس الغرزة، نترك غرزة واحدة ونشتغل في الثالثة، نصنع نفس الشيء ثلاث غرز، غرز الأعمدة، نترك غرزة ونشتغل في الثالثة. بنفس الطريقة دائما نترك غرزة ونشتغل في الغرزة الموالية. نستمر على هذه الطريقة إلى نهاية الدورة. في النهاية نربط الطرفين بواسطة غرزة المنزلقة. الآن بالخيط الأبيض سنفعل نفس الشيء، ندخل الإبرة من هذه الحلقة ونخرج الخيط، ثم سنصنع غرزة سلسلة أولا، نجر الخيط الوردي ثم نصنع غرزتي سلسلة ثم غرزة عمود في هذه الحلقة وغرزة عمود أخرى، ونستمر بهذه الطريقة في كل هذه الحلقات. نصنع ثلاثة غرز أعمدة، نستمر بهذه الطريقة إلى النهاية. انتهينا من الدورة الثانية، وبنفس الطريقة بواسطة غرزة المنزلقة نغلق الدورة. ثم بنفس الطريقة دائما نفس الشيء، نفعل غرزتي سلسلة ثم نصنع غرزة عمود وغرزة عمود أخرى، ونستمر بهذه الطريقة في كل حلقة ثلاث غرز عمود. نستمر مرة باللون الوردي ومرة باللون الأبيض. وصلنا إلى هذا الارتفاع، كما ترون الغرزة كيف هي؟ تقريبا وصلت طول تقريبا يساوي من الأعلى إلى التحت تقريبا 58 سنتيمتر، من هنا من الصدر إلى الحزام تقريبا 15 سنتيمتر، والعرض عرض الحزام 29 سنتيمتر تقريبا، كما ترون 29 سنتيمتر. عرض اليدين
ارتفاع حردة الأكمام ستساوي تقريبا 14 سنتيمتر. الآن سندخل لون جديد. هذا اللون أرجو أن يظهر لكم في الفيديو جيدا، لأن هذا هو اللون الذي يناسب الوردي والأبيض. كروشيه نفس الرقم 3 مليمتر. سنبدأ هنا نبدأ من الوراء، نربط الخيط أولا. ثم نبدأ ونصنع غرزتي سلسلة، ثم في الغرزة الموالية، غرزتي سلسلة، ثم هنا بين غرز الأعمدة الأولى والثانية، السطر الأول والثاني، سنصنع 3 غرز أعمدة. أو 4 غرز أعمدة، غرزتي سلسلة في نفس الحد الآخر، في الحد الآخر عفوا، هنا بين هذا السطر وهذا السطر هنا بالضبط. سنفعل نفس الشيء، غرزة منزلقة ثم غرزتي سلسلة، وبين هذا السطر وهذا السطر بالضبط في هذه الغرزة هنا سنصنع 4 أعمدة هنا بلفة واحدة فقط كما ترون. نستمر غرزتي سلسلة كالعادة، ثم بين هذا السطر وهذا السطر هنا بالضبط في الحد هنا في نصنع غرزة منزلقة، ثم غرزتي سلسلة، ثم بين هذا السطر وهذا السطر هنا في هذه الغرزة سنصنع 4 أعمدة مرة أخرى. كما ترون نستمر إلى النهاية إلى آخر نقطة، هنا نصنع غرزتي سلسلة ثم هنا غرزة منزلقة. نستمر نصنع غرزتي سلسلة بنفس الطريقة، بين هذا السطر الأبيض والسطر الوردي سنصنع هنا في هذه النقطة حيث يلتقيان نصنع 4 غرز أعمدة مرة أخرى. غرزتي سلسلة ثم غرزة منزلقة بين السطرين، غرزتي سلسلة، ثم هنا في هذه النقطة مرة أخرى 4 غرز أعمدة 4 أعمدة. غرزتي سلسلة ثم هنا غرزة منزلقة، غرزتي سلسلة، 4 غرز أعمدة هنا،
غرزة منزلقة، غرزتي سلسلة، وهنا نصنع 4 غرز آمدة. غرزتي سلسلة، ثم في آخر نقطة هنا غرزة منزلقة. سنستمر بنفس الطريقة في كل العنق، في كل حردة العنق. نبدأ غرزتي سلسلة، لكن في حردة العنق سنترك هنا غرزة ونشتغل في الغرزة الثانية بنفس الطريقة. 4 أعمدة، 3 4، ثم غرزتي سلسلة، ثم نترك غرزة ونصنع غرزة منزلقة في الغرزة الموالية، غرزتي سلسلة، ثم نترك غرزة ونشتغل في الثالثة إلى أن نصل إلى آخر نقطة. نصنع هنا 4 أعمدة، ثم غرزتي سلسلة، نترك الجانب هنا، ثم نشتغل في الموالية. بهذه الطريقة نكمل العمل إلى أن ننتهي إلى آخر نقطة، التي هي هذه النقطة. سنبدأ نفس الطريقة في هنا في هذا السطر تقريبا، لكل الصدر المربع كله نبدأ بهذه الغرزة هنا. أول غرزة سنبدأ منها، هي هذه الغرزة هنا. نحسب الحلقات هنا، 1 2 3 4 تقريبا في هذا السطر هنا. نربط أولا الخيط جيدا، ثم نبدأ غرزتي سلسلة كما فعلنا قبلا. غرزتي سلسلة، نترك غرزة هنا ونشتغل في هذه الغرزة، نصنع 4 أعمدة، غرزتي سلسلة، نترك دائما غرزة ونشتغل في الغرزة الموالية. غرزتي سلسلة، 1 2، سنشتغل هنا، 4 أعمدة، غرزتي سلسلة، ثم نترك كالعادة غرزة ونشتغل في الغرزة الموالية. نستمر بهذه الطريقة إلى أن نكمل كل المربع. وصلنا هنا إلى هذا الحد هنا، سنصنع غرزتي سلسلة، ثم نصنع الآن بهذه الطريقة، ندخل إبرة الكروشيه هكذا ونخرج الخيط ونصنع عمود 4 أعمدة هنا. ونكمل بهذه الطريقة غرزتي سلسلة، نتبع دائما نفس السطر. سنترك هنا غرزة ونشتغل في الغرزة الأخرى، غرزة منزلقة، غرزتي سلسلة، ثم نترك واحد ونشتغل في الآخر 4 أعمدة. نستمر بهذه الطريقة إلى النهاية. وآخر
غرزة منزلقة ونغلق، نربطه بهذه الغرزة هنا بواسطة غرزة المنزلقة. نقطع الخيط، من بعد نزيل هذه الخيوط كلها هنا كما ترون كيف تظهر النتيجة هنا.